في مشهد انتخابي مقلق تشوبه حالات متنوعة من أعمال الترهيب بفعل تأثير الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، أعلن مصعب دخان المرشح لرئاسة بلدية الناصرة يوم أمس السبت عن قراره بالانسحاب من المنافسة على رئاسة البلدية في الانتخابات القادمة المقررة في أواخر تشرين الأول أكتوبر القادم، وقال أنه سيعلن عن ذلك بشكل نهائي في الوقت القريب. وأعرب مصعب دخان في حديث سابق أدلى به لقناة هلا عن خشيته على حياته وحياة أفراد عائلته بعد تعرضه لإطلاق نار هو وشقيقه وابن عمه. دعونا نشاهد مقتطفات من تصريحات سبقة وأدلى بها المرشح مصعب دخان لقناة هلا بعد تعرضه لإطلاق نار قبل بضعة أسابيع. أخشى حياتي بكل صراحة وفش فيها يعني عيبة، وأخشى حياة المقربين وأخشى حياة الأهل والأصدقاء وكل الناس بيمشوا معي، يعني حالنا جزء من حال المجتمع كله. الشيء الوحيد الذي تغير في حياتنا بالشهرين الأخرانيات هو أنه أنا قد يعني ترشحت لرئاسة بلدية ناصر، لم يكن هناك أي تغيير آخر. لا لم يصلني تهديدات مباشرة. واقع مؤسف جدا، واقع مؤسف. شو بدي أقول لك، إحنا جزء من شعبنا، إحنا بالآخر الكل اللي عم نطرحه إنه إحنا جايين نخدم ونساعد ونعطي لهالمجتمع، وبالآخر تقابل بدل ما نتقابل بتشجيع وورود نتقابل برصاص. الوضع مؤسف جدا. يعني أنت بتحكي مع بني آدم اللي بعده بروح للمستشفى بعد موجوع، وبعده أخوي في المستشفى، وابن عمي بعده يعني كمان مصاب، و بحاجة إنه نقعد كلنا ونفكر ونقرر إيش بنسوي. بعرف إنه أنا أخوض الانتخابات وأنا وراي يعني تأييد جماهيري كبير، ولكن أنا شو السبب وشو الدوافع بعرفش. أنا يعني لا أتمنى لأحد لا من المرشحين ولا من أهل البلد أن يمروا به. وعلى نفس خطى مصعب دخان، أعلن المهندس همام أبو أحمد المرشح لعضوية بلدية الناصرة في قائمة نبض البلد في حديث أدلى به لقناة هلا أنه قرر الانسحاب من السباق الانتخابي تضامنا مع المرشح مصعب دخان ونظرا لعدم وجود مناخ انتخاب ديمقراطي. وعلى حد قوله، ويأتي انسحاب المرشحين النصراويين بعد فترة وجيزة من إعلان المرشح لرئاسة مجلس كفر ياسيف دكتور هلال خوري عن سحب ترشيحه هو الآخر بعد تعرضه للتهديد وإطلاق نار على منزله وسيارته. هذا وكان رئيس حركة شباب التغيير والمرشح لرئاسة بلدية أم الفحم عضو المجلس البلدي المحامي علي بركات، ومعه عضواء البلدية المحامي أحمد عبد الجواد وغانم توفيق بويرات، أعلنوا عن استقالتهم من المجلس البلدي. كما أعلن المحامي علي بركات عن سحب ترشيحه لرئاسة بلدية أم الفحم وعدم المشاركة في الانتخابات القريبة، وذلك احتجاجا على استفحال الجريمة في المجتمع العربي وانعدام الأمن، لا سيما في ظل التهديدات والجرائم والاعتداءات التي طالت رؤساء سلطات محلية ومرشحين للانتخابات في الآونة الأخيرة. للاستزادة أكثر حول قضية انسحاب مرشحين من الانتخابات للسلطات المحلية، ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر في الاستوديو دكتور حزام عازم من الطيبة، عضو سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والأستاذ نمر غانم عضو المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي. أهلا وسهلا بكما. أهلا بك وكل مشاهدات ومشاهدين. يعني في ظل هذه الانسحابات ومع بدء العد التنازلي لانتخابات السلطات المحلية في المجتمع العربي، نشهد أيضا تأزما واستفحالا للجريمة للعنف، وأبدأ معك دكتور حسام، يعني ما رأيك في قضية انسحاب مرشحين من السباق الانتخابي في الناصرة كفر ياسيف وأم الفحم أيضا؟ في البداية أقول أن ما يحدث في مجتمعنا لا يقتصر على ما يحدث في وقت الانتخابات، إن آفة العنف من زمان تحولت إلى سرطان يأكل داخل ينتشر داخل مجتمعنا ويضرب كل الأماكن، ولا يوجد أي إنسان حصين من الوصول إليه يعني ضربه. ف
فالجريمة أصبحت مرض خطير جدا في داخل المجتمع، والنتيجة النهائية الآن لا يوجد أي إنسان محمي من هذا العنف، حتى المنتخبين وحتى المرشحين. ولكن إذا بدأنا نحن المرشحين ومن يريد أن يدير المجتمع، من يريد أن يقود المجتمع، بالانسحاب من المعركة والاستسلام لهذه الآفة، فسنخسر مجتمعنا. من ناحية واحدة علينا النضال من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعلى قيادات مجتمعنا، هاي من ناحية. من ناحية ثانية سهل علي أقول هذا الكلام لأني أنا غير مهدد، أما الإنسان المهدد لا أتفهمه، ولكن لا أفهم إنه علينا الاستمرار في الفكرة، علينا الحفاظ على مجتمعنا وعلى الحفاظ على قياداتنا وعلى الجماهير أن تقف وراء هذه القيادات تحميها وليس أن تختبئ، لأن هذا الإنسان لو يوجد حوله من الناس ما يكفيه يقف أمام هذا الموقف. ولكن المسؤول الأساسي عن حماية هذه الشخصيات هي السلطة، الشرطة، والشرطة لا تقوم بواجبها. لو يوجد أن القدرة أننا نستطيع أن نحمي أنفسنا والشرطة تساعدنا لن ننسحب. يعني للتدقيق أكثر، هل تؤيد أم تعارض انسحاب المرشحين من السباق الانتخابي؟ أنا أعارض الانسحاب، ولكن أتفهم الحالات الإنسانية أنه لا يخاف على عائلته، ولكن لأنه لا تحمي السلطة، لا تحميه الشرطة، لا تحميه، لا يوجد حل من يحماه، لا يستطيع، لا يوجد أي شخص في مجتمعنا يستطيع أن يقف أمام عصابات الإجرام المنظم. من يقف أمام عصابات الإجرام المنظم يجب أن تكون الشرطة والجماهير أن تدعم الناس هؤلاء، ولكن أن نتركهم في الميدان ونقولهم حاربها صعب. مع كل هذا عليهم الصمود، وكل إنسان وضعه، فأنا أتفهم ولكن أرفض. أستاذ نمر غانم، ما رأيك في الانسحاب، انسحاب المرشحين من السباق الانتخابي؟ بدون شك، مساء الخير لك ولا زميلي. طبعا بدون شك أن ما يحدث في الوسط العربي، الوسط العربي يمر في أزمة العنف والجريمة، ونلاحظ أن العنف والجريمة تغلغل في كل مجالات الحياة، في المجال في اتجاه في المجال يعني المؤسسات التعليمية، السياسية، الحياتية، الاقتصادية. بدون شك أن هذا يعني العنف، يعني نحن بنلاحظ أنه الانسحابات والعنف وتأثيره على حتى مرشحين للرئاسة العضوية، لا نسمع عن وسط اليهودي هذه الظاهرة موجودة عندنا في الوسط العربي، وهذا جزء من العنف، يعني تأثيره على المجال السياسي في وسطنا العربي، كما يؤثر طبعا على مجال التعليم في المدارس، في 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 حياتنا اليومية مع أصحاب المصالح الاقتصادية. بدون شك أن العنف تفشى وله تأثيرات، وأنا أتفهم هاي الناس اللي بتنسحب طبعا من التهديدات، جراء تهديدات. يعني هل هذه الخطوة من الممكن أيضا أن تسحب خلفها أن يكون هنالك انسحابات يعني متتالية لبعض البلاد؟ يعني بدون شك أن يعني انتخابات في الوسط العربي هي يعني خلينا نقول محرك كمان للعنف، يعني أحد أسباب العنف في الانتخابات والسلطات المحلية. كيف تعد هناك بدون شك أن هناك العنف؟ إحنا بنلاحظ أن الانتخابات هي تقتصر على القابلية والعائلية يعني وثقافة الوعودات في الانتخابات، وبدون شك أنه كل مرشح لهم ثقافة الوعودات وصرفها بعد الانتخابات قد يؤدي إلى عنف وإلى طلب. يعني بدون شك أنه لو مرشح رئاسي وبدأ أوعد، يعني هذه ثقافة أنه أوعد على وظيفة وأوعد على مناقصة وأوعد على توظيف بنته كمساعدة. طب بعد 31/10 من 1/11 هاي الناس بدها صرف لها الوعودات، وأنا اليوم هاي الثقافة تفشت، وأنا أعتقد أنه كثير من الوسط العربي اليوم يعني في هاي السياسة موجودة في المرشحين، وعودات وعودات وعودات، ولكن بعد يوم الانتخابات طبعا هاي الناس بدها صرف لها الوعودات، مثل ما تعطي شك بده صرف. وممكن أحد الناس يعني اللي ممكن ما يصرف له هذا الوعد وشو أوعده ممكن يؤدي لعنف، كله أنت أوعدتني مثلا في المناقصة، أوعدتني في مدير مدرسة، أوعدت بنتي في مساعدة، أوعدتني تعمل لي شارع، أوعدتني. وكمان إحنا بنلاحظ أنه حتى المرشح يعني اللي بنجح لرئاسة بلدية وأكثر من هذه الوعودات والابتزازات عليه صعب أنه يدير الأمور لإرضاء جميع يعني المواطنين في هذه البلد، لأنه أنت اليوم جد حصرت وأوعدت وثقفت الوعودات والابتزازات، أنت ملزم أنك يعني تدفع هذه الوعودات، وهذا يعيق تقدم الوسط العربي. هذا بدون شك يقيد رئيس السلطة المحلية أنه يشتغل في مجالات معينة في المؤسسة التعليمية في الحياة اليومية، وبده يعني يركز على صرف هذه الوعودات، ويخاف من انه اذا ما صرف الوعودات ممكن يكون عليه تهديدات.
طبعا له لأفراد عائلته. دكتور حسام، في سياق الحديث عن الحمائلية والعائلية في انتخابات، يعني لا يخفى على أحد ذلك، في انتخابات السلطات المحلية في المجتمع العربي، هنالك من وضع لنفسه يعني هدفا بأن يتم تغيير نهج العمل يعني في عمل الانتخابات بناء على هذه الحمائلية لنهج آخر مبدئي فيه قيمة عليا لصالح خدمة أهل بلده ومجتمعه، لكن في الواقع اليوم الحديث كله يدور وكيف نحمي هؤلاء المرشحين وكيف يمكن حماية هؤلاء المرشحين في سياق الانتخابات. ما رأيك في هذه الجزئية تحديدا؟ يعني واضح أن مجتمعنا يمر بأزمة اجتماعية وسياسية كبيرة. نحن أنا إنسان أتحدث كإنسان سياسي تابع لحزب سياسي يرى النظر الأساسي أنه على مجتمعنا الخروج من الأزمة وتحويل انتخابات البلديات والمجالس إلى نقاشات سياسية وليس حمولية. يعني نحن أبناء عائلات، نحن نكن الاحتلال. لحظة، خلينا في أي سياق، في أي سياق بالضبط؟ يعني أين يجب أن ينتقل هذا الخطاب وهذا الحديث يعني الحمائلي والعائلي إلى حديث يعني يناهض هذه الظاهرة؟ يجب على الأحزاب السياسية أن تخلط دورها وأن تعمل على أن تكون هي البديل فقط. الحركات الشبابية والحركات السياسية والأحزاب السياسية هي البديل الأساسي لكل هذه الصراعات العائلية. يجب علينا بناء منظومة سياسية داخل مجتمعنا تحاول تعمل على إخراجنا من هذا المأزق. نحن نكن الاحترام لكل العائلات، نحن كنا أبناء عائلات، ولكن نرفض رفضا قاطعا تخصيص العائلية لمصالح سياسية ضيقة. نقول للأهالي نحن أبناء شعب واحد، قضايانا واحدة، همومنا واحدة. نحن لا نعيش في سويسرا أن البلدية والمجلس يعمل فقط على خدمات. لا، البلدية والمجلس يجب أن يكون له حس وطني، رؤية وطنية، يستطيع أن يحافظ على الأرض والمسكن، يستطيع أن رفع مستوى التربية والتعليم، يستطيع أن يبني خطط علاجية وقائية للعنف داخل مجتمعنا. المجلس البلدي المبني على أسس سياسية واضحة، رؤية تقول يحق لنا لمجتمعنا إدارات سليمة مع رؤية وطنية. بدون إدارات سليمة ورؤية وطنية نضيع. كل التقسيمات العائلية مهما كان الرئيس جيدا وحوله فريق من الفاسدين لن ينجح. يعني المعادلة واضحة، لن يخرج مجتمعنا من هذه الأزمة ما دامت علاقاتنا علاقات تعصب عائلي مش مودة عائلية. أنا مع المودة العائلية، ولكن التعصب العائلي وتجسيد العائلي من أجل مصالح سياسية يرفض. لا يمكن أن يكون. أنا أقول دائما اختيار رئيس بلدية سيء ممكن بعد 4 سنوات يتغير، اختيار مدير مدرسة عن طريق رئيس بلدية سيء أضاع جيل كامل من الطلاب. يعني أستطيع أن أقول أنك توجه الآن دفة المسؤولية إلى الأحزاب السياسية الفاعلة في المجتمع العربي. أنا أقول علينا نحن هكذا تقول. أنا أقول على الأحزاب السياسية أن تعمل كل مجهود من أجل الوصول إلى الصوت في كل بلد وتحويل النقاش إلى نقاش سياسي. أنا أقول نحن أبناء هذا المجتمع، قضايانا واحدة، همومنا واحدة. نريد أول قبل كل شيء نريد إدارات مهنية وليس عائلية، نريد إدارات وطنية وليس تمشي مصالح. من يستطيع أن يكون بهذا؟ هم السياسيين، رجال الأحزاب السياسية الوطنية في داخل المجتمع. ويوجد أحزاب سياسية وطنية، ولكن للأسف في كثير من المحلات هذه الأحزاب السياسية ضاعت انصهرت في العائلية. سيدني مرغانم، يعني واضح أن لديك ما تقول الآن في هذه الجزئية. أعتقد أن يعني كما ذكر زميلي بالنسبة للأحزاب السياسية، احنا بنلاحظ انه يعني تاثير الاحزاب السياسيه على الساحه المحليه بتراجع. احنا بنلاحظ اخي ان يعني كان في الناصر الجبهه، كان في شعمر، في الطيبه مره كانت مثلا الحركه الاسلاميه. احنا بنلاحظ هذا في تراجع اليوم حتى في الناصر، بنلاحظ شعمر. يعني العائليه اليوم الاحزاب، يعني خلينا احنا انا من زيمر وانت من الطيبه، خلينا اليوم في الطيبه او زيمر اجي انزل مثلا تجمع ولا الجبهه أمام العائلات الكبرى، هاي التنافس هو بين عائلات. يعني اليوم إذا بنلاحظ أي حزب سياسي بده يحاول يخوض معركة انتخابية في أي بلد، يعني ينصهر أمام العائلات والصراع بين العائلات. وبدون شك اليوم إحنا بنلاحظ كمان في الطيبة، يعني وين العائلة الكبيرة؟ وفي الجات وفي باكو العائلة الكبيرة تقريبا هي دائما اللي إلها أمل إنها تفوز بالرئاسي.
طبعا وفي كثير يعني هنا بنلاحظ ان الاحزاب السياسيه احنا بنلوم عليها انه لازم، ولكن هي الاحزاب السياسيه ما عندها قدره تواجه القبليه والعائله في الوسط العربي بدون شك انه عندهم نوايا، وكان يعني هناك في توجه في بعض المجالات حتى بالذات في الشمال يعني بعض الاحزاب السياسيه مثل الجبهه وغيرها كانوا يكونوا يعني يخوضوا انتخابات ويفوزوا في رئاسه البلديات، ولكن احنا بنلاحظ انه هذا بتراجع. العائليه والقبليه اليوم بتاثر وتعيق تقدم سلطاتنا المحليه بدون شك، لانه يعني في ضغوطات على المرشحين، والعائله اللي يعني بتوصل للرئيس كمان لها طلبات، كل صوت بده مقابل اليوم، صار كل صوت بده ثمن، كل صوت بده وظيفه، كل صوت بده مناقصه، يعني مش معقول هذا الوضع، هذا يعيق تقدم الوسط العربي وهذا احد اسباب العنف اعتقد في الوسط العربي. في الحديث عن المجتمع العربي والحمائلية والبلاد، يعني قد ذكرت دكتور حسام أن المسؤول الأول عن حماية هؤلاء المرشحين هي السلطة، هي الحكومة، الحكومة عمليا في إسرائيل. لكن هنا أيضا يعني يدفعنا سؤال آخر، يعني في قواعد اللعبة الديمقراطية الآن، يعني وهذا الخطر المحدق بها في السباق الانتخابي والسياق الانتخابي في المجتمع العربي، إلى أي مدى المجتمع نفسه مسؤول أيضا عن حماية حقه بانتخابات ديمقراطية حقيقية شفافة؟ أنا أريد أن أؤكد، السلطة مسؤولة عن محاربة الجريمة، العنف أمر آخر، يوجد دور لكل المركبات الاجتماعية جماعية في محاربة العنف، في قضايا التربية والتعليم، وجود برامج وقائية، وهي دور البلديات ودور الأحزاب السياسية ودور الجمعيات الاجتماعية ودور الحركات الشبابية. هل مجتمعنا قادر على مواجهة هذه الأفة لوحده في الظروف الآنية؟ لا، صعب. نحن نواجه أزمة كبيرة في داخل مجتمعنا، ولكن دائما أقول لن يتغير المجتمع من الأكثرية. لا يوجد في التاريخ مرة في التاريخ أن الأكثرية قررت تغيير، الأكثرية المستفيدة لن تغير التغيير، يأتي من أقلية مسؤولة في داخل المجتمع شجاعة ومسؤولة تحاول تغيير المجتمع، وأنا عندي أمل إنه هذا المجتمع سنتغير في إن القدرات، إن الخامات الشبابية النسوية، إن الخامات المتعلمين المستقبلين، نستطيع بجهد كبير أن نستمر في هذا النضال من أجل إخراجنا من هذا المأزق. نحن جزء من العنف. أنا أقول تعالوا في هذه الانتخابات، أنا دائما أقول بصوت واحد أن نحافظ على نسيج اجتماعي طيب لأهل البلد. الانتخابات يوم وإحنا عايشين معاد كل يوم. أنا دائما بقول إنه الطيب، إذا أضحك عن بلد الطيبة، إنه الطيبة تبقى طيبة إذا أهلها أحبوا بعض. إن بكرة أنا العائلات أصبحت مثل السلطة، فيش عائلة يعني فيها بس من دار حجية أو من دار المصاري. أنا أتحدث وأنا باسمي، أنا كممثل الجبهة أن أطلع شعاري مهني مش عائلية، لأن أرى في العائلية السياسية ضرب لمصالح الطيبة وضرب لمصالح المجتمع مش الطيبة الحلال كل الأماكن. نحن نرى أن مجتمعنا عنده القدرة وعندنا الخامات، ولكن علينا أن نجد الآلية. يسمعوني في الشارع يقولوا لي أن نتفق معك، دعنا نعود في النهاية يوصلوا إلى المرحلة أن العائلية تجذبهم إلى مكان آخر. دعنا نعود إلى الحديث القليل يعني قليلا إلى الحكومة والضغط على الحكومة. هل خطوة الانسحاب، انسحاب ترشيح المرشحين، هل فعلا ممكن أن تشكل وسيلة ضغط على الحكومة للتعامل بشكل جدي مع استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي والاعتداءات التي تستهدف رؤساء سلطات محلية وفاعلين في هذا المجال؟ أنا أعتقد أن موضوع العنف والجريمة بدون شك أنه هاي مسؤولية عن العنف والجريمة. العنف احنا كمان علينا مسؤولية جماعية بدون شك، على امام، على البيت، على الام، على بالحضانة، في الروضة، في المدرسة، في المسجد، في السلطة المحلية، في فعاليات معينة. ولكن اذا احنا بنلاحظ صحيح انه يعني احنا بنلوم السلطة، وانا اعتقد ان يعني من هبة الاقصى في سنة 2000 الجهاز قرر في قرار سياسي هناك انه تخيل لو اليوم الشرطة الاسرائيلية بدها تقتل 170 شاب في وسط العرب بتقوم لك يامي. فكيف قال مفتش عام للشرطة؟ هاي الوسط العربي هم العرب يعني ما خجلش لما قال بن كبير انه هذول هم متعودين، هاي يعني ثقافة انه قتلوا بعضهم يعني فطبشوا بعض. انا اعتقد انه احنا بدون شك انه يعني هذا قرار سياسي عليا. لو الحكومة معنية في هبة الأيار العام في العام الماضي
بدهم يفوتوا الشباك والشباك مش موجود. هسا اذا ولد يبقى صغير لحاله برجد سياره على يهود بنفس الليل بطوله من بطوله الشباك في 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 هبه في هبه ايار في العام الماضي كل الشباب اللي رجدوا حجار كلهم لحقوهم وحبسوهم وحاكموهم. انا اعتقد ان يعني القرار السياسي من الحكومات المتفاوته، أنا ما أقول بس الحكومة كمان اليسار عليه اللوم، يعني بدون شك أنه اليوم في هناك قرار سياسي لإيصال وسط العربي لهذا الوضع، وإحنا طبعا بدون شك علينا جزء من المسؤولية، أنا لا أنكر يعني، ولكن إحنا اليوم برضو أنا بقول أنه الانتخابات وكمان القبلية والعائلية وثقافة الوعودات وثقافة يعني الابتزازات الموجودة للمرشحين هي كمان يعني تحفز العنف، وهي أحد أسباب إعاقة تقدم الوسط تحديداً العربي. تحديداً خطوة الانسحاب، أن ينسحب مرشح من الانتخابات، هل من الممكن أن تشكل وسيلة ضغط على الحكومة للتعامل يعني مع بدي أقول لك يعني الحكومة بعد هاي الأرقام اللي بنقول كلهم ثلاث وأربعة بنقتله واعتداءات على مدراء مدارس وعلى أطباء وعلى يعني هم الحكومة هالقد يعني عامل حساب انسحب وما انسحب مش في هناك السياسي كما يبدو لو الحكومة معنية يعني على أساس كان مرة يعني بعض المرشحين الآن يعني يسمعون ما يعني أنا كمواطن مواطنين اليوم اللي بصير مثلا قتل في بلد معين يقول لك والله شرطة باشرت في التحقيق وروح ملفات يعني كم ملف اليوم اللي يعني طلعوا له حيستنفيذ اليوم كمان مرشحين مهددين بشغل ما في لهم حماية فيش حماية اليوم بقول لك أنا مرشح بدي أعرض ابني وأخوي وعمي وزوجتي وأنا للقتل وللابتزاز لا أنا بفضل أني أنا أنسحب لأنه ما فيش أمان وفيش مين يحميه وفيش هناك قرار سياسي بالحكومات المتتالية في دولة إسرائيل لوضع حد لأنه كان مرة هناك عائلات إجرام في نهارية أو في نتانيا وكانت رئيسة بلدية في نتانيا مريم إيش مش عارف شو عائلتها وهناك مع الشرطة الإسرائيلية مش مع الشباك نظفوا نتانيا لو نتانيا في عائلة إجرام نهارية في عائلة ولو معنيين في وسط العربي بدون شك ما معظم سلاح موجود في الوسط العربي بالجانب الآخر هو من الجيش الإسرائيلي دعنا نتساءل في الجانب الآخر انسحاب هؤلاء المرشحين من سباق الانتخابات هل هو تحقيق لغاية المجرمين في المجتمع العربي؟ بدون شك انه طلع بدون شك هذا يعني هاي احد يعني انجازات العائلات هاي او الاجرام في الوسط العربي احد انجازات بتاثيرهم على المجالات السياسيه هو لما انا بدي اهدد مثلا مرشح معين معناها انا مناصر ممكن اكون مناصر للمرشح الثاني اللي عند اعطاني وعودات لمثلا مناقصات لوظائف لاشياء من النوع ليش انا بدي اهدد هذا المرشح كما يبدو انه معني بالمرشح الاخر صلح انا ما بحب كلمه عائلات الاجرام عصابات الاجرام لا يوجد عائله اجرام تسميت عائله اجرام كلمه سيئه بحق شعبنا سيئه جدا انا بدعت ملاحظه على الموضوع يوجد مخطط تفريغنا حتى من حقنا كمواطنين حتى حقنا في الانتخابات هاي سياسة واضحة الانسحاب الجماعي هو عاملين الاستسلام أنا حسب رأيي الفشل هو خطوة إلى النجاح إذا فشلنا مرة ثاني مرة ثالث مرة ولكن بالأخير ننجح الانسحاب هي نهاية اللعبة علينا أن نحافظ على حقنا الديمقراطي وأن نبقى مواطنين متساوي الحقوق إحنا نطالب حقوقنا ولا أنا بدي أسحب حقوقي وأقول أنا بديش حقي في الانتخاب وأعطي حق السيطرة على بلدي وإدارة بلدي لوزارة الداخلية أنا أتفهم حالات إنسانية ولكن كفكرة مثل ما كان مصعب دخان كجماهير عربية على الجماهير العربية أن تتحدى وتناضل ضد هذه الخطوة الانسحاب من حقنا في تمثيلنا وانتخابنا واختيار من يقود جماهيرنا إذا انسحبنا من اللعبة إحنا خسرانين احنا ناضلنا من اجل حقنا في الانتخاب احنا ناضلنا اهالينا ناضلوا ضد الحكم العسكري من اجل حقوقنا المدنيه حتى الان نناضل حقوقنا القوميه هذا الخيار نعم هذا الخيار خيار الانسحاب انسحاب الترشيح البعض يتساءل هل هذا الخيار يعني انسحاب مرشحين من السباق الانتخابي سيزيد من الرصيد الشعبي لديهم على المدى البعيد هاي هذا تكتيك سياسي وكل في كل مكان ومكان البعض يتساءل ذلك في كل مكان ومكان اللعبة تختلف في مكان ممكن صحيح وفي مكان آخر ممكن غير صحيح ولكن بشكل عام الانسحاب في الظروف الآنية هو خطوة غير صحيحة لا تخدم مجتمعنا ولكن أنا لا ألوم على إنسان مهدد
انا ضد الفكره، ولكن كمان مره لا الوم على انسان مهدد في عائلته ان اقول له لا ارجع انت قاوم، اذا معك قدره تقاوم، اذا حولك ناس بيقدروا يوقفوا معك، اذا السلطه اذا الشرطه ستحميك، اذا جماهيرك ستحميك. هنا اقول هنا دور المجتمع الجماهيري السياسي، وهنا دور الاحزاب السياسيه والجمعيات والحركات السياسيه والدينيه ان يكون مع المجتمع، لانه هذا الانسان اذا كان من عائله صغيره فيش وراء عائله انتهى امره، اما اذا حوله مجتمع كامل واحزاب سياسيه ممكن تحميه في النضالات، تحميه في العمل الجماهيري الشعبي، تحميه في المظاهرات، تحميه في الخروج امام السلطه تتوقف ألف واحد. هذا يدفعنا عند الحديث عن الجماهير وعن الان ننتقل من الحديث، يعني سؤال اخير، من انسحاب المرشحين إلى الناخبين، هل يعني ما رأيك بمدى تأثير ذلك على عملية الاقتراع، تأثير ذلك على الناخبين أستاذ نمر في يوم الانتخابات، هل سيؤثر ذلك؟ أنا أعتقد أنه نسبة الانتخابات دائما السلطة المحلية توصل 90% في معظم البلدات العربية، ونحن بنلاحظ بالنسبة للانسحابات كمان في 2018 أنا بذكر كان هناك مرشح للرئاسة زميرو شيء وانسحب على اثر تهديد كلنسوي وانسحب، بس هو على انه ممكن يعني هذا يعطيه رصيد مستقبلي، احنا بنلاحظ بهالفتره ما ترشح خلص، هو يعني اخذ تهديد وخلص حافظ على انسحب حفاظا على عائلته على بيته على اولاده، بدون شك ان يعني بدون شك ان هذا الوضع يعني مؤسف جدا. والفرز يعني خلينا واقعيين، احنا اليوم يعني ب 31/10 في انتخابات، ب 11/10 فينا رئيس في اي سلطه محليه، كيف هذا أجا؟ صوتنا، هذا فرز الأغلبية، الأغلبية أعطت هذا الرئيس، يعني هنا في عدة يعني خلينا واقعيين، يعني الفرز هذا كما تكون يولى عليكم، إذا احنا انتخبنا هذا الرئيس والأغلبية انتخبته وما قدرش مثلا يحقق إنجازات هذا، احنا المسؤولين، بلاش احنا نلوم السلطة ونلوم، يعني الانسحابات هي أعتقد ما إلها تأثير، وبتظل النسبة بالوسط العربي عالية، وهذول الناس اللي بنسحبوا معرض مجرد انهم يتعرضوا زي ما سمعنا من الاخ مصعب دخان انه تعرض هو وعائلته، واعتقد تم الاشاعات عليه واطلق نار عليه، فاعتقد حفاظا عليه مش له هدف مستقبل للسياسه، اعتقد انه انسان من زي زميرو من صاحب كلنسوي اعتقد هاي الناس يعني وصلها تهديد وفي المستقبل ما أعتقد أنهم مستعدين يقدموا على هذا. نعم الحديث يطول جدا طبعا في هذا المضمار خاصة في السياق، لكن سأعطيك كلمة أخيرة دكتور حسام تفضل. مهم جدا في هذه الانتخابات لكل الكرة والمدن العربية أن يعطي للمرأة حقها في قيادة الجمعية العربية فقط، فليس لكت الرجل ونحن نقول في الطيبة، نفتخر نحن في الطيبة أن في جبهة الطيبة يوجد مرشحة امرأة على رأس القائمة لأول مرة، ونرى أنه هذا خطوة إيجابية، وندعو كل البلدان ستنجح بإذن الله ستنجح، ونرى أنه هذا هو خطوة إيجابية لأن نساءنا عند القدرة في القيادة، هن شركات في الحياة، هن شركات في النضال، يجب أن يكون شركات في اتخاذ القرار والقيادة. شكرا جزيلا لك دكتور حسام عازم من الطيبة، عضو سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام، والأستاذ نمر غانم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي العربي. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الأعزاء نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل، ابقوا معنا.